الهيئة الدولية للقيم الإنسانية بتعمل حفل سلام كبير. هذا الحفل رح نعرض المشاريع اللي عملناهم مدة 3 سنين، والمشاريع اللي عملناهم هن كانوا عبارة عن دعم نفسي للولاد الصغار من عمر 7 سنين ل16 سنة. الطلاب اللي نحن بلشنا ندربهم بلشنا نحس كمان معهم بالفرق اللي كانوا قبل التدريبات وبعد التدريبات، واليوم عاملين احتفال كتير كبير بنهاية هذا المشروع. أنا خضعت للمشاركة باليافاب واستفدت كتير منها، وصرت مارسة مع أهلي وأنا كل يوم عيدها بحياتي اليومية. الدورات كانت يعني أطول فترة بغمض فيها عيوني بحياتي، بس كانت أول مرة بقدر أشوف الحياة صح. الدورة كانت كتير حلوة، جددت فينا روح العطاء، روح التماسك والسعادة والراحة النفسية. قدروا وصلوا رسالة قوية وتهدف إلى نشر السلام بين الناس وتفهم الآخر. بروجي كتير حلو للـ IAHV وجميل جداً أن نشوف كل هالشباب أنه متبنيين هيدي القضية، تغيرت حياتهم وعم يحاولوا ينشروا هالشي ليغيروا حياة كل اللي حواليهم. It was a wonderful picture of inspiration, of commitment, of humor, of understanding, and I had a thoroughly wonderful, enjoyable afternoon. هالحفلة هيدي هي كانت شيء كتير صغير من مشروع كتير كبير تم. المشروع هو قصة نجاح لإحساسنا نحن وإحساس كل هالناس إن استفادت. I congratulate the youths in Lebanon. You have got the wisdom, you have got the commitment to do good in society. I wish you all the success in your mission, and I am with you for you to succeed in this mission of bringing peace and harmony in Lebanon.